السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من يد ستور. النهارده ريفيو على السريع. منتج النهارده اللي هنتكلم عليه هو سكرت فانيليا معطر الجسم من ماي واي. بريحه الفانيليا زي ما قلت لكم، المنتج ده اولا هو معطر للجسم وكمان كحول، عشان هو فيه كحول 70%، فتقدري تحطيه في الشنطه وتستخدميه ككحول، يعني حلو جدا جدا جدا. بس انصحك ما ترشيهوش على جسمك ولا على جلدك لان فيه كحول عالي، فعشان بس ما يعملكيش اسمرار ولا تحت الابطين ولا اي حته، رشيه على هدومك وعلى ايدك. تمام، ريحته حلوه ثابته منعشه، وخصوصا انا جربت منه اللي بريحه الفانيليا واللي بريحه لاف تقريبا، اللي هو كان لونه احمر وفيه قلوب، ده رائع رائع، حلو جدا. وهاتوه، بيكون في رينج 18 جنيه تقريبا، لما بيكون عليه خصم بيكون تقريبا رينج 18 جنيه. الحجم بتاعه هقول لكم دلوقتي، هو 115 ملي، وبيقعد معاك 12 شهر من وقت ما تفتحيه، وبيتخزن لمدة 3 سنين عادي جدا. دي المكونات بتاعته، حلوة جدا الصراحة، يعني لا حلو حلو حلو، وعشان فيه زيوت فريحة الزيت العطري بتاعته بتثبت جدا، انصحكم بيه. ما تنسوش بقى تكتبولي في الكومنتات اللي جربوه رأيهم فيه ايه، وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.